نرحب فيكم فقرة جديدة على وتر القانون، واليوم ضيفنا أمين سر جمعية المحامين الأستاذ المحامي المهند الساير. شلونك؟ تشرف الله يحفظك. أول شيء شرفنا بالحضور، مشكور، الشرف لنا. أنقذتني بحضورك زي ما قصرت. نبي نشوف بس تقرير على المحكمة الدستورية ونرد نسولف. راحتكم. أعلنت المحكمة الدستورية اليوم الأربعاء فوز فراج العربيد بعضوية مجلس الأمة 2016 وبطلان عضوية مرزوق الخليفة ورفض بقية الطعون الانتخابية المقدمة إليها في انتخابات مجلس الأمة التي أجريت في 26 من شهر نوفمبر الماضي، وأسفرت عن فوز 50 عضوا يمثلون الدوائر الانتخابية الخمس بواقع 10 لكل دائرة انتخابية. كما اعتبرت المحكمة الدستورية أن ترشح بدر الداهوم للانتخابات نزاع إداري انتهت فيه التمييز باستبعاده، وهو أمر لا تختص به المحكمة الدستورية. من جهته قال مرزوق الخليفة: نحترم قرارات المحكمة الدستورية والقضاء الكويتي هو الملاذ الآمن لنا. فيما وصف النائب فراج العربيد حكم الدستورية بإعلان نجاحه بأنه كان متوقعا. عبال ما نشوف يشيلونك كذي مهند. الله يجزاك خير. كنت مرشح دائرة ثالثة. صحيح. صح؟ صحيح. خلينا نقول كان في تقريبا 4 سيناريوهات الشارع الكويتي كان متوقعهم حق حكم اليوم، بس استغربت من ساعة وإحنا تحت الهواء قاعد تقولي في 5. الحين طبعا يوم صدر الحكم بخروج مرزوق والخليفة ودخول فواز العربي، عفوا فراج العربيد، عفوا شنو الطعون اللي كانت او اللي كان متوقع انه يصير بحكم اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. في البداية اشكركم على هالاستضافة في برنامجك المميز وهالفقرة القانونية، واحنا مثل ما قلت لك يعني قلت لك قبل لا نطلع على الهواء واقول لك الحين احنا ما نقدر نتأخر، خاصة عن الفقرات القانونية اللي ممكن يعني نضيف بشكور. نقدر او نحاول ان احنا نضيف شيء يعني للمشاهدين، وخاصة ان هذا الموضوع اليوم يعني يمكن انهى خلاف وانهى حالة تشنج، يعني ترى هذه كانت داخل المجلس وبرا المجلس. صح. الكل كان عايش فيه قلق، والكل كان يعني يحاول يتوقع، والكل كان أصلا لدرجة أن أمس قاعد يدزون مسجات يعني شاعت أن تم حل المجلس، فمن كثر ما الناس متفاعلة مو قادرة تميز بين الحل والإبطال، يعني لهالدرجة أن الناس من كثر ما هي متفاعلة تفاعلت مع أي خبر حتى الإشاعات منها. وهذا يعني مع الأسف يمكن ترى مو وليد اللحظة، لأن آخر يعني 5 سنوات شفنا في طعون، شفنا في سابقة أن مجالس قاعد تبطل مجلسين في سنة واحدة. تقريبا كل الانتخابات الحين قاعد يصير وراها طعون دستورية. طبعا تقريبا، بس مو بهالحجم اللي احنا الحين قمنا يعني اللي قاعد نمر فيه الحين. طب قبل أن نتكلم بالموضوع، يعني أنا أحب أهني النائب فراج العربيد على الفوز هذا، وإن شاء الله يا رب الله يقدره على حمل الأمانة، ونقول حق يعني أخونا مرزوق خليفة يعني هارد لك، وإن شاء الله معوضة في انتخابات ثانية، والله يعني رفع عنا الأمانة هذه، وإن شاء الله أنه معوضة في مناسبة ثانية. إن شاء الله كلهم في إن شاء الله الخير، الله يعينهم على الأمانة. وأكيد أن بداية اليوم اختلف الموضوع، يعني خلاص اليوم وقت الشغل، يمكن الفترة اللي فاتت كانت يعني كانت الناس كلها مو عارفة شنو وين رايح المجلس، كان النواب نفسهم مو عارفين وين رايح المجلس، كانوا متخوفين، الكل كان يتكلم عن انتخابات مبكرة، هذا أكيد يعني يعيشون في حالة قلق. صح. بالنهاية هم سياسيين، وإحنا اللي قاعد ندفع عندنا. أنت سياسي ودخلنا سياسي الحين تو قاعد على وتر القانون. لا لا، هذه يعني هذه الترتيبات اللي قاعد تصير على الأحكام القانونية ترتيبات سياسية. صحيح. يعني الاثار هذه منو اللي قاعد يعني شنو تنتج عنها؟ اثار سياسيه. أكيد. حل البرلمان. أكيد. وانتخابات ثانيه وغيرها هذه احداث سياسيه، اللي المفروض ان احنا قاعد ننطر تشريع وقوانين وتعديل. صح. يعني الاستقرار ترى الكل يستفيد منه. صحيح. او يعني احنا المواطنين نستفيد من هالاستقرار. صحيح. هذا ونتمنى. لكن شنو سبب ان احنا صارت سابقا 52 طعن بالضبط؟ هذا الحين يعني قاعد اقول لك، الحين الشارع الكويتي متوقع كان 4 سيناريوهات، انت ما قلت ولا واحد. ايه؟ او انا بقول لك هو كان بين ان المجلس كله ينحل ونرجع حق مجلس 2013، او ان الانتخابات يتم ابطالها وتتم انتخابات ثانيه، او الانتخابات اللي بالثالثه والخامسه هي اللي تنعاد. والسيناريو الرابع اللي هو فعلا صار، الخامس شنو؟ لا عشان اقول لك، هو ترى في كان سببين للابطال. اوكي. يعني الخمسه، لان اثنين منهم تكلموا عن
سبب الابطال، شنو ممكن يكون سبب الابطال؟ يعني مثلا الطعن الفلاني على مثلا على مرسوم الدعوه للانتخابات، هذا سيناريو انه يقبل هالطعن هذا. في سيناريو ثاني انه يقبل ان الطعن على قانون معين، فهمتي اللي اقصده شلون؟ هي كان السيناريوهات الخمسه، والسيناريو الاخير انه ما يكون، يكون الوضع على ما هو عليه حتى ما يرجع، يعني حتى ما تتغير المراكز، حتى حلو. المراكز في الدائره الرابع ما تتغير. هذا واحد من صحيح. من الـ من الـ من السيناريوهات اللي كانت موجوده، وكانوا ناس يعني ترجح ان الوضع راح يستقر على ما هو عليه. لكن اذا كان في تغيير، انا اعتقد ان الناس المهتمين في 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 الشان القانون الدستوري ومتابعه الاحكام ومتابعه احكام المحكمه الدستوريه، الناس يعني كانت متوقعه ان تغيير مراكز الدائره الرابعه هو الاكثر يعني اقرب لل يعني اقرب سيناريو ممكن يتحقق، وفعلا يعني تحقق هذا الموضوع. لكن شنو سبب انه يكون عندنا 52 طعن؟ هو شنو السبب؟ وشنو السبب انه يعني يكون الرفض او القبول؟ يعني لو دشينا ببعض الطعون مثلا، يعني اللي انرفضت، شنو رايك فيها؟ او شنو رايك بالحكم اللي صدر؟ انرفضوا اثنين يعني 51 طعن يعني رقم كبير. يعني ما نقدر نفصلهم واحد واحد، لكن يعني انا اعتقد ان يعني اعتقد اللي كان عليه النظر خلينا نقول الداهم. لا انا اتوقع ان في لبس موضوع الدهم. انا طبعا يعني ما قريت كل الطعون للامانه عشان يعني أكيد. عشان نكون أكيد. اكثر صادقين. لكن اللي المعلومات اللي عندي ان الطعن كان على اسباب قانون المسيء. هو فعلا قانون المسيء افترض انه ما يطبق بأثر رجعي. صدق هذه نقطة وايد مهمة، ان الناس عبالها انه راح يتم تطبيقه بأثر رجعي. لا هو ما المفروض انه يطبق، يعني هذا اللي تم الاتفاق عليه. مع أن يعني أنا أشوف أن هذا القانون يعني طريقته غلط، لأن هذا شرط من شروط الترشح، فما كان المفروض أنه هو يكون بهالطريقة. وأنا ممكن قلت رأي أكثر من مرة أن الحفاظ على مقام صاحب السمو أو والأعلى الرسول عليه الصلاة والسلام والأعلى الله سبحانه وتعالى يعني ممكن يعني ما يربط في مسائل سياسية. أنا هذا وجهة نظري. فالقانون ايا كان انتقادنا له ولا تأييدنا له، عشان اقول لك النقطه اللي انا اقصدها، تطبيقه اتفقوا انه ما راح يطبق بأثر رجعي. جت الداخليه وطبقته بأثر رجعي، يعني هو اصدار القانون ونصوصه كان من تاريخ نشره، يعني يفترض. هذا اللي تكلموا عنه وصوتوا عليه وقالوا في مذكرته التفسيريه. حلو. لكن جت الداخليه وطبقته بأثر رجعي. جت المحكمه هني شنو قالت؟ بالتمييز، لما وصل موضوع التمييز قالت هذا القانون ما يطبق بأثر رجعي، يطبق قانون ثاني اللي هو القانون الأساسي مال شرط الترشح اللي قاعد يطبق على الكل. أوكي. اللي هي ما يكون مدان في عقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة. فيات المحكمة كانت تقول المساس بالذات الأميرية من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة. أوكي. لأن احنا عندنا مشكلة بالقانون إنه مو مفسر جرائم المخلة بالشرف والأمانة. فتي المحكمة لأن ما في قانون يحددها، المحكمة يعني تتصدى لها من تلقاء نفسها، تقول يبقى هذه تزوير تشوفها جريمة مخلة بالشرف والأمانة. تي الموضوع الثاني، عشان شيء احنا طلبنا من أول أنه يكون في معيار لجرائم مخلة بالشرف والأمانة، أو تكون في جدول تحدد الجرائم اللي تمنع من الترشيح. بالضبط. يعني مثلا يعني نقول المساس بالذات الأميرية نحطها من ضمن الجدول. يعني الحين بمناسبة خروج النائب السابق مسلم البراك، راح يترشح ولا لا؟ إذا طبق القانون نفس ما طبق على الدهم ما راح يقدر يترشح. ما راح يقدر. لأن هو اعتبروا المحكمة اعتبرت أن قضايا المساس في الذات الأميرية من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة. حلو. فهو يفقد شرط أساسي مو من قانون الجديد اللي تم تشريعه، من القانون القديم. وهذه مشكلة القانون أنه كله شرح. وانت تفسر على يعني على يعني مدرستك خلينا نقول القانونيه، وانا افسر غير، والمحكمه تفسر غير، وبالنهايه يعني ناخذ باحكام السنيز. بس في مسائل واضحه. المسائل الغير واضحه هي اللي قاعد يصير فيها الجدليه. يعني مثلا الحين لما نيجي نحدد مسائل المخله بالشرف والامانه، انت بتشوفين من وجهه نظرك ممكن بالضبط. لما الحين تقولي لي مثلا قضيه التزوير مخله بالشرف والامانه، لان كل الدول قاعد تاخذ في جرائم التزوير انها من الجرائم مخله بالشرف والامانه، تين تقولين ليش وجهه نظرك مخله؟ لان ما في مو محدد الموضوع. اي انا اقول لا تزوير مو مخل بالشرف والامانه، لان التزوير يعتبر ممكن يكون في ما يتعلق فيه مثلا مسائل ماليه ايا كان، يعني شنو نوع تفسيري لها. صح. دام انه مو واضحه ولا وارد فيها نص قانوني، هذا اللي قاعد يسبب لنا. مع ان احنا لما الحين قاعد نتكلم في قوانين ترى من 1000 من 1970. شوف انا اعتقد يعني خلي اقول من وجهه نظري، المجلس اللي طاف من كثر ما سن قوانين
يعني مثلا انا الحين باليوم قمت اشوف ان قانون الجرائم الالكترونيه ما له داعي كان من كثر ما سن قوانين. الحين انا صار فيني سلبيه من سن قوانين جديده لان قامت يتم سنها ما يراجعون جمعيه المحامين. بما ان انت امين سر يعني اعتقد ما يراجعون جمعيه المحامين كاعضاء مجلس امه، ما يشوفون احنا كمحامين اللي احنا اقرب ناس حق المحاكم وشارع العمل خلينا نقول، ما يلجؤون لنا احنا كاستشاره خلينا نقول. يعني انا ما بيستشيرني انا كمكتب بس يستشير جمعيه المحامين، فصار في سلبيه ان انا اقبل بقوانين جديده يعني. فيمكن هذا اللي شويه مخوفنا. صح، ويمكن هذا احنا كنا نتكلم فيه من المجلس اللي فات، مجلس 2013، تكلمنا انه في كميه قوانين تم تشريعها لكن جزء منها ما يطبق، جزء منها يتضارب من الثاني، وانت عارفه يعني انت استاذ مريم محاميه وتدرين التضارب اللي صار بين قانون الطفل وقانون الاحداث مثلا. صح. يعني شوفي هذا ذات المشرع ذات المجلس يعني يلتبس عليه هذا الموضوع. بنفس الوقت شفنا طلع تصريح من النيابة العامة قالت احنا ضد هالقانون وكذا. الحين انا يعني معنا بعد مرور سنة، اي لكن لو نفرض ان تم اخذ رأي النيابة في هذاك الوقت، ما كانت يعني ما كنا محتاجين ان النيابة بعد سنة تقول رأيها. صح. في القانون كان ممكن قالت رأيها في هذاك اليوم. جمعية المحامين، جمعيات النفع العام مرات تكون في بعض الجمعيات ممكن يكون لها ذات اختصاص وتفيد في الموضوع. مشاركة المجتمع المدني طبيعي انها تكون في التشريع، لان بالنهاية النائب في الوضع الحالي اللي قاعد يشتغلون كل النواب منفردين ما قاعد يلم كل المواضيع. بالضبط. بالنهاية هذا مو حزب مو مجموعة، قاعد يطلع يسمع رأي يسمع فكرة يقرأ فكرة يحاول يطبقها ويحاول يشرح يعطيها الأولوية. هذا فعلا قاعد يسبب لنا احنا صدمة، وقاعد نحاول ان احنا نعالج. يعني تخيل بدال ما احنا قاعد ناخذ وقت علشان نشرع، قاعد ناخذ وقت نشرع ونعالج التشريع اللي احنا قاعد ما قاعد يلجؤون جمعية عفوا الأعضاء مجلس الأمة حق الجمعية. لا بشكل مباشر، لا كلش مباشر. يعني حتى في اللجان اللي قاعد تصير في مجلس الأمة احنا قدمنا اكثر من اقتراح ان احنا وغيرنا من جمعيات النفع العام. بالنهايه احنا مو قاعد نقول احنا الوحيدين في الساحه، لا احنا اللي بنقدم مساعده، لان نرجع ونقول احنا مصلحتنا واحده. اكيد احنا اليوم وترى يعني ترى احنا هم جايتنا مشكله. يعني المحاكم اللي قاعد يتم الحين اللي قاعد يقوم فيها الديوان الاميري قاعد يصير فيها خلل. قبل لا ندش المحاكم خلينا نطلع شويه فاصل ونرجع للاسف معك. اوكي نكمل معك، سموها قاطعتك. انا نسيت كنت قاعد اقول بالنسبه حق المحاكم ان هي الحين مع الديوان. لا تطلعون فاصل مره ثانيه. مشكله المحاكم هذه صارت ترى من قصر العدل في الثمانينات لما انشأوا قصر العدل. كانت الفكره انهم ينظرون حق احتياجات بعد 10 سنوات بعد 20 سنه. لقينا اليوم في خلل كبير في قصر العدل ان 3/4 المساحه مو مستغله. اي يينا الحين لما يينا نبي نسوي محاكم جديده ومسك الموضوع الديوان الاميري اللي انا اعتقد انه هو ما عنده اختصاص قانوني مباشر مع الجهات المختصه. بالضبط. لان بالنهايه هم ما يدرون شنو احتياجاتنا احنا كمحامين، ما يدرون شنو احتياجات المتقاضين. بالنهايه ترى المحامين قاعد يمثلون اكثر من 70% من قضاء من المتقاضين، ما قاعد يجون للقضاة للنيابه لغيرها لوزاره العدل. صحيح. نفسها. فالمقصد شنو؟ يينا الحين خلصت محكمة الرقعي، خلصت. صح. محكمة الجهرة، قاعد نلقى فيها نفس المشاكل تقريبا. المساحات غير مستغلة، في دور ما يوصل الأسانسير، شفتي هالأمور هذه شلون المساجين ممكن يطلعون من أسانسير يصعدون دري عشان يوصلون حق النيابة، كل هالتفاصيل هذه. إشراك الجهات المختصة بالنهاية لما تيجي جمعية المحامين أو يسألوني أنا كمحامي أو يسألون النيابة أو يسألون أي جهة ثانية مختصة، إحنا ما راح نفرض عليهم رأي، إحنا بنقول لهم الاستشارة، إحنا بنقول لهم يفترض أن تسوون كذا. نفس الموضوع ينطبق على مجلس الأمة. بالنهاية إحنا راح نقدم مساعداتنا، إحنا عندنا لجان، عندنا أدواتنا اللي قاعد نشتغل عليها في جمعية محامين أو غيرهم من جمعيات النفع العام اللي مهتمة في هذا الموضوع. ممكن تقدم مساعدة تقطع شوط كبير حق المشرع ويعطيك على الاقل الملاحظات السلبيه. بالضبط. اللي موجوده في القوانين المقترحه. بالضبط. برجع لك انا على النقطه السلبيه اللي رديت. بس معنا الدكتور محمد الفيلي خبير دستوري دكتور بجامعه الكويت. يعني. اذا الو دكتور. اهلا عزيزي. اهلا فيك دكتور محمد، شلونك؟ يا اهلا وسهلا. ايش رايك بحكم اليوم؟ الان صدرت احكام متعدده، واحد منها بإعلان بطلان نتيجة الجمع، والمحكمة الدستورية تمارس ما يسمى
بالقضاء الكامل، فهي لا تختص فقط بالبطلان، تستطيع أن تعلن النتيجة إذا كان البطلان مرتبطا بسبب يمكنها أن تتحكم في مضمونه. وبما أن البطلان كان مرتبط بجمع الأصوات فهي إعادة الجمع وبالتالي أعلنت النتيجة. أما بقية الطعون فهي وفق ما هو منشور قد حكمت برفضها، وعدد من هذه الطعون كان يتصل ببطلان كامل العملية الانتخابية، وهي أسباب من غير المرجح قبولها استنادا إلى المبادئ العامة واستنادا إلى أحكام سابقة للمحكمة الدستورية. استقراء هذه المبادئ العامة والأحكام السابقة كان يوصل إلى قناعة بعدم رجحان قبولها. زين دكتور، عفوا، احنا تو قاعد نسولف انا ويا المحامي مهند الساير بخصوص موضوع النائب السابق مسلم البراك. طبعا ما في جواب راح يكون افضل من جوابك. هل تعتقد ان النائب ممكن يرشح نفسه الانتخابات الجايه سيد مسلم البراك؟ الان وفق التشريع الحالي ووفق ايضا الاهم من ذلك حكم محكمه التمييز، اعتبرت بأن المساس بالذات الأميرية شكل من أشكال سوء السلوك المانع من الترشيح، أو المساس بفكرة الشرف والأمانة. وبناء على هذا الموقف أتصور أننا بحاجة إلى تشريع يفرض إزالة هذه الفكرة. لو كنا فقط بصدد التشريع، تشريع المسيء، لكان في الإمكان القول بأنه يجوز له الترشيح، ولكن مع موقف محكمة التمييز، خاصة وأن من ضمن الأحكام التي صدرت حكم خاص بالسيد الداهوم أكد التزام المحكمة الدستورية بحجية الأحكام السابقة على إجراء العملية الانتخابية. إذن أنا شخصيا كانت وجهة نظري قبل صدور هذا الحكم بأن النص لا يمنع، أما بعد صدور الحكم فأعتقد أنه من الناحية الفنية على الأرجح نحن بحاجة إلى تشريع جديد. مشكور دكتور محمد، ما قصرت، يعطيك العافية. يعني ما ينطبق على الداهوم ينطبق على البراك. طبعا ما في شك، يعني مداخلة الدكتور إضافة وتعيدة حق الفكرة اللي احنا قلناها. يعني هذه تحسب لنا إضافة واحنا نتشرف أصلا، يعني وهذا أستاذنا أكيد. وإحنا أنا بالنسبة لي يعني في أكثر من موضوع أرجع حق الدكتور محمد الفيلي وتشرف أن أنا يعني أستأنس في رأيه. مثل ما قلت لك الموضوع أن الحكم هذا غير مسار طريقة الترشح، يعني كشف موضوع أن مسائل المساس ما يحتاج تشريع. يعني هم لو كانوا يدرون بالضبط. النواب اللي كانوا يعتقدون أنهم بهالطريقة بيحافظون على 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 على, على حماية المقام السامي سمو الأمير والرسول عليه الصلاة والسلام والله سبحانه وتعالى، فما كان ما كانوا سووا هالتشريع اللي صار بثلاث أيام. فهذا التشريع قطع عليهم، كانت فكرتهم اللي كانوا يتداولونها ان احنا نبي نحفظ مقام صاحب السمو والكلام هذا. فصار القانون هذا صار بمثابة تطبيق بث الرجعي للقانون هذا، بس هو ما له علاقة في القانون. هو كشف انه قال قانون القديم مال شروط الترشح ان الجرائم المخلة بالشرف والأمانة صار من ضمنها المساس في الداخل. يعني نرد نفس الشيء، المجلس اللي فات سواء من ناحية التنفيذ او من ناحية التشريع يعني عفسنا صراحة. في أكثر يعني قانون الأحداث، بس عشان نكون منصفين اكيد ما في شك انه في اشياء سووها ممكن تحسب لهم ايجابية، لكن انا ارجع واقول ان اليوم مو دور مجلس الأمة فقط تشريع من أجل التشريع عشان أطلع في النهاية وأقول والله أنا عندي
75 قانون شرعته، شنو استفيد من 75 قانون اذا كان 70% منهم ما يطبقون ومتضاربين وغيرهم؟ بالضبط. مو هذه اللي انا انطرح يعني بالنهايه ويكلف الدوله طبعا اكيد. يعني مثل الحين محكمه الاسره لما انت تحط لي 3 عماير بالمهبوله يعني شايفهم؟ مع الاسف لازم تروح تشوف. لا 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 شايف، واحنا عندنا شايفهم. اصلا ايه. عندنا مشاكل في الموضوع وقدمنا اكثر من اقتراح ايه. وتكلمنا لان المشكله ان هم الناس يعتقدون ايه. ان احنا قاعد نتكلم لان ايه. احنا كمحامين متاذين مو قادرين ولا احنا شايفين هو هذا هو ايه. ممكن يكون في طرفين ايه. عندهم نفس الجلسه في اماكن مختلفه بالضبط. فعشان كذي احنا قدمنا مقترح انه يتعدل القانون وبدال ما يصير في كل محافظه يصير في محكمة أسرة تصير محكمة أسرة واحدة تضم كل المحافظات. زين خش الموضوع مهند. ليش حق؟ عشان نتحكم فيه بحلقة جاية الحين كثرت تكلم أكثر الموضوع. عشان يصير تشويق عشان الحلقة. خلاص تشويق وتواعدني ب أتشرف إنك تكون ضيف حلقة خاصة وتجي لنا. مشكور على جيتك وما قصرت وأدري إنك هديت وايد أشغال عشان تجي. والله أتشرف. يعطيك ألف عافية وننتقل معاكم الحين بفقرة مع الزميل حمود عادل بس بعد هالفاصل.